اسمي ضي علي شجاع من إدارة تعليم جدة. شعور جميل ومسؤولية كبيرة الصراحة، بس إن شاء الله نمثل الوطن بأحسن شكل. طموحي إني أمثل الوطن في آيسف وحقق جائزة كبرى، وأشوف مشروعي في أرض الواقع وأحقق حلمي. مشروعي هو عبارة عن تطوير نظام مراقبة للنبت في المانجروف بتكلفة منخفضة ومفتوح المصدر. بحثي عبارة عن تطوير نظام مراقبة للنبت في المانجروف اللي بتخفف من التغير المناخي، وبتساعدنا في حمايتنا من الفيضانات، وبتحمي البيئة البحرية في السواحل. طبعاً النظام اللي أنا طورته هو نظام منخفض التكلفة وقابل للإعادة ومفتوح المصدر. اخترت مشروعي لأني أنا أصلاً مهتمة بالبرمجة وبالتركيب والروبوتات، وكمان مهتمة بالبيئة وأحب أقرأ عن الأخبار البيئية. فهذا المشروع كان عبارة عن كل اهتماماتي في مشروع واحد، فاخترته عشان أحقق فيه حلمي وأساهم فيه بكل هواياتي. طبعاً تلقيت دعم كبير طوال رحلتي الحمد لله، سواء كان من المدرسة اللي ساعدتني في تنظيم وقتي والموازنة بين المسابقة والأشياء الدراسية، وطبعاً من الموهبة اللي وفرت لنا مشرفين وداعمين ولجنة وتنظيم جيد جداً للمسابقة، والجامعة اللي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اللي أعطتني الدعم أني أكمل مشروعي في المختبرات. كان هدفي من المسابقة أنه أنا أتعلم كيف أسوي بحث علمي وأطور نفسي شخصياً قبل ما يكون هدفي الفوز بجائزة. وطبعاً بعد ما ركزت على أهدافي حاولت أني أطور نفسي شخصياً وصلت لهذه المرحلة، وكان هذا من النتائج الطبيعية.